شورت سيركت صح؟ زائد ولا ناقص؟
cara, ele tinha que ter isso, mas o cara não tem nada fora do latinho, esse é São Paulo. Eu não amo ele, esse é o distrito, esse, zero, esse é o distrito. Esse é zero do trânsito, o trânsito é um problema que a mamãe não vai ter uma hora, mas ele é, o trânsito é um trânsito, zero, uma hora, ele é, não 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 é, não. Ebbe ez a fejfájé, de fájé, de fejé, 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 de. Ok? Mas não tem como até fazer, porque se deixa andar o meu filho, o homem ele é o rei, para o Lahal, o Sara Rahman, para o Lahal, para o Lahal. Como as vezes, para ter na hora, eu sou muito complicado, claro, me também não é render uma hora de fazer 18 horas, não é sei que era a minha tragédia. Só é da uma hora de fazer o outro mundo é uma história. E neste aqui, é o mundo é uma história, que dita da vida americana. Quando é dita, uma hora de fazer. Akbar men, Abu Sayyid, boleh saya faham, sah? Hari kedua dia buat mana tu dia ni? Tak, dia. Saya ada fitur, ini negatif kan? Kedua dia buat di sana men, men, decreasing atau decaying dekat. Dia dah ada fitur, mesti tiba akbar men, boleh saya faham, dia tiba ini. أقل منه. أوكي؟ يبقى لازم تكون أقل منه. ممكن ما تطلع زي ما تطلع على حسب حاجات كتير على حسب الإيد والكلام وعلى حسب طبعاً الغرض والإيد بس دي طبعاً تبقى عادة يعني ساعات الناس لما تيجي تحسبها عشان تبقى قريب من الإيشيال جس وتحسب على كالكوليتور بنحطها باي زائد فاي ماينس دي افترض إن أنا هعمل ديلي للكلام أو بنزل الكلام المقدار ده. أوكي؟ طيب حاجة على جنب كده لو أنا افترضت عايز ارسم الدايرة بتاعت الحالة بالبال كجنرال اكسبريشن او كجنرال سيرفيك بس يكون عندي بال اي. ايه الاختلاف؟ لو حطيت عامل نفس الستبس يبقى في البداية الستارتنج انجل هتتغير مش هتتغير يبقى برضه من زيرو لدلتا والكارت بيساوي زيرو. عايز اجيب كارت اكسبريشن، كارت اكسبريشن بتحدد الار اي سيرت تساوي صح؟ تمام؟ شوف ايه لو لما تخش بقى تعوض عن الفاي تحطها بصفر القصه ديت، لا هي المفروض ان انا عندي الكرنت هيساوي البي سب واي ماينس دي على الار على طول. يبقى كانك بترسم السب واي بتاعك وبتعمل له شيفتنج للمقدار اي صح؟ تعمل له شيفتنج للبيس بورد كلها بمقدار اي تمام؟ بهناك طبعا الار بهناك مجرد سبيلنج بس. يبقى الكرنت انجل دلوقتي في حاله الار اي دلوقتي تساوي ايه؟ ماينس من هنا دلتا ومن هنا دلتا هي الكوندكشن انجل هي اللي هتبقى ايه؟ باي ماينس 2 دلتا لكن الكينج او الكت اوف انجل هتبقى باي ماينس دلتا. طيب السؤال تو كارنس اللي انا رسمتهم دول الافريج كارنس في حاله الار اي أكبر ولا في حالة الأر إي أكبر؟ الأر إي أكبر. في حالة الأر إل إي أكبر ولا في حالة الأر إي؟ ممكن أقصرها لك بصورة ثانية مش شرط يكون السؤال مباشرة كده، نفترض إن أنا عندي بكر وبعمل بكر بتشارجنج، البطارية دي أنا بشحنها. هل من الأسرع الشحن
ان انا احط ار ال اي ولا تبقى ار اي؟ ايه الاسرع في الشحن؟ اسرع في الشحن اللي هي ترجمتها كرنت اعلى، كل لما التشارجنج كرنت يبقى اعلى كل لما الشحن يبقى اسرع، صح؟ فممكن السؤال يبقى كده، فانت ترجمها اني الافريج كرنت اعلى اللي انا بسال عليه، اني الافريج كرنت اعلى حاله الار اي؟ ها حالة الـ R E كرنت أعلى ولا في حالة الـ R A B كرنت أعلى؟ الكرنت أعلى في حالة R E، R E مش R A B. ليه لو أقولها لكم كمان شوية؟ بس هي أنا ليه بسألها؟ لأن هي الناس دايماً بتبص لها إن الكرنت مور كونتينوس أو الكونتكشن بيريود أعلى، صح؟ تبص لها كده ان الافريج بتاعه اكبر لان الكوندكشن بيريود اعلى، بس انت ما خدتش بالك ان الماجنتيود بتاع الكرنت نفسه قل، الماجنتيود نفسه قل، تمام؟ طيب يبقى ده ايه الكلام اللي احنا قلناه اللي هو ان انا لو اختارت ريشيو فور للفلو هيطلع لي ان الكرنت بتاع ستيب ستيت هتيجي من ايسي كومبوننت ايسي سبلاي، ستيب ستيت هتيجي من ايسي سبلاي، والترانزيت كومبوننت اقدر اجيبها دي الانيشال بوزيشن. السؤال اللي احنا سالناه اللي هو الاي هتبقى اكبر من او تساوي باي زائد 5 ده هيبقى صح ولا غلط؟ دي اتكلمنا عليه. طيب احنا قلنا زي ما اتفقنا ان انا وانس ان انا رسمت الويف فورم بتاعت الكرنت يبقى خلاص لقيت الويف فورم ولقيت الاناليسيس بتاعت الداتا كلها، هي مجرد انعكاس للرسمه ديت او معلومه هاخدها من الرسمه. طيب انا عايز اجيب الافريج فولتج الافريج فولتج. طيب الافريج فولتج يبقى انا لازم اقسم الفولتج بتاعي الفي اوت، وانا اخترت الفي اوت عندي من المنظر ده ايه؟ يبقى الفي اوت هنا بيساوي ايه؟ عندي تو كيسز، يا اما الدايركت دايركت اون يا اما بوش. لما يكون الدايركت اون الفي اوت بتساوي تساوي ايه؟ هي سي بقى الاول دلتا لغايه بيتا الفي اوت بتساوي في اس، بقيه السايكل لما يكون الدايركت بس بتساوي تمام. طيب ده بالنسبه للفي اوت، احنا زي ما اتفقنا عشان ابقى عامل اناليسيس كامله للدايره محتاج ارسم كام فيكتور؟ قلنا خمسه اللي هم ثلاثه كارت اي اوت واي اس واي دايركت واثنين فولتج اللي هو الفي اوت والفي اوت، تمام؟ فده خاص خاص بالاول. فلو انا حبيت ارسم في اوت كاسل بروفايل المفروض عندي في اوت كاسل عندي حاجتين، لما يكون الدايركت بس هون اسف لما يكون الدايركت بس اللي هي الدلتا بوينت بتساوي كام؟ الدلتا بوينت بتساوي زيرو. اوكي؟ طيب بقيت السايكل بيساوي ايه؟ بيساوي في اس اللي هي في اوت ناقص الكاسل اللي هو اي يبقى في اس ناقص، يبقى عندي ادي في اس وادي في اس ناقص اي. عملت شيفت تاني للرسمه تقدر يبقى عندي ادي شكل الفي اوت بس يبقى هنا اللي هي في اس ماينس اي تمام. انا دايما بنفس الرسمه بتاعت الدي ان الفي اوت بس عشان اجيب الدي ان بس الدي ان بس بتاعت الجمله بيساوي روت 2 في اس زائد اي بيساوي روت 2 في اس زائد اي في اس زائد 2 في اس زائد اي زائد اي تمام. وانا ما ناخدش حتى طبعا عشان السبب اللي احنا مفهوم بالنوع ان هو اللي اوكي. طيب لو حبيت ارسم بقى او احسب الافرج فولتج او الافرج كارب، الافرج فولتج او الافرج كارب لو انا حبيت احسب الافرج كارب خلاص الاي دي اللي هو يبقى 1 على 2 باي ده كام؟ 2 دلتا بيتا الاي اوت بيتا صح؟ تمام؟ لو
حبيت احسب الافرج فرق ال 80 تبدا قريب جدا فرق الاكسبريشن. فانا حبيت احسب ال دي هتساوي ايه؟ 1 على 2 باي تمام؟ يبقى عندي تو اكسبريشن. الاكسبريشن الاولاني اللي هو من دلتا قريب جدا بي اس سيتا اللي هي جذر 2 بي اس ساين سيتا تمام؟ زائد الجزء الثاني من التجاوب اللي هو مين؟ الاي اللي هي بقيت السايكل اللي هي هتبقى من بيتا واي 2 واي زائد تمام كده؟ حد عنده سؤال هنا؟ طيب النقطة اللي احنا قلنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت كلنا احنا قلنا لو انا عايز اعمل علاقة ما بين الافرج كارت والافرج فولتج هل في علاقة ساكتة؟ تربطهم ببعض ممكن تأثر على الجود ولا لا؟ يعني هل انا محتاج ان انا لو قلت لك كسبت الافرج كارت والافرج فولتج كسب الاثنين كل واحد بواحد ولا كده كسب واحد منهم؟ تمام؟ العلاقة اللي ما بين الاثنين لو انا افترضت الجنرال جود بتاع اللي هو ار ال اي فالافرج فولتج الافرج فولتج بيساوي ايه؟ 1 على 2 باي تكامل من 0 ل 2 باي في اوت اوف سيتا بالنسبه لسي صح؟ الفي اوت بتساوي ايه؟ هي بتساوي الفولتج على الريزستنس زائد ال زائد الاي اللي هي الاي اوت في الار صح؟ زائد ال في ار باي دي تمام؟ زائد الاي اوكي؟ طيب يبقى انا لو قلت الفي دي هتساوي 1 على 2 باي وقسمت التكامل التكامل الاولاني اي اوت في ار بالنسبه لسيتا تمام؟ زائد التكامل الثاني ال تي ار باي دي تي بالنسبه لسيتا زائد التكامل في الاي بالنسبه لسيتا ونشوف النتيجه عندنا هتطلع طيب الجزء الاولاني من الانتجريشن الجزء الاولاني من الانتجريشن 1 على 2 باي تكامل اي اوت في ار بالنسبه لسيتا الار دي كونستنت ايه 1 على 2 باي تكامل اي اوت بالنسبه لسيتا ده؟ اي افرج يبقى الاي افرج في الار زائد الجزء اللي هو ال في اي باي تسيتا بالنسبه لسيتا لو انا ضربت هنا في اوميجا هنا في اوميجا يبقى ده مين؟ يبقى اوميجا ال اللي هي اكس ال دي ار تكامل افرج بتاع الكارت على من 0 ل 2 باي بيساوي ايه؟ دي اي الانتجريشن اي 5 بتساوي ايه؟ اي انيشال او اي 5 ناقص اي انيشال بتساوي ايه؟ سواء بقى الستارتنج انجل دلتا في كارت انجل بيتا او 0 2 باي وات ايفر الكارت اللي بيبتدي عند الصفر ويبتدي عند الصفر او بيبتدي عند القيمه افترض ان هو في الدنيا اسكت بيبتدي عند القيمه ويبتدي عند قيمه ثانيه افترض ان انا وصلت للستيت ستيت الكلام ما بيحصلوش زياده صح يبقى الترم ده ايه؟ صفر ودي معروفه اوريدي ان هو ده الافرج المنتج على كويل اي كويل الافرج المنتج عليه كام؟ زيرو صح؟ زي الافرج كلام في اي كلام بيساوي زيرو دي معروفه او ايه؟ يبقى الجزء ده زائد واحد على اثنين باي تكامل دي بالنسبه لسيتا بتساوي ايه؟ اي صح؟ يبقى انا اقدر اقول ان العلاقه ما بين الافرج فولت والافرج كارنت بالنظر تفرق انا موجود عندي ال ولا لا؟ ما تفرقش وجود ال مش هيفرق تمام؟ طب لو عندي ار تبقى ايه؟ تبقى ار دي ار دي صفر لو عندي ار اي يبقى القانون ده لو عندي اي بس او اسف ال اي اي بس يبقى الامر الشروطي بيساوي دي ار صح تمام يبقى ادي العلاقه ما بين الامر الشروطي مش مين الامر على نفسي
那能行啊，就是在这时候就这样，就是那可能啊，他们那个生存的有什么生活的有特别强，那我估计，那么，那第一次的我估计，那第二次那是不要，不要给我们带来多少损失，对吧？他们很多人搞的工作都是，或者我们肯定就是在乱，都在乱，不管是哎孩子啊，他们的生活都是偏不管的，有什么啊，对吧？偏的，有那个事情来了好的。هي ليه ده كل السؤال اللي انا بسأله لكم شويه انا قلت لك ان الشرطه ان اسرع ولا ابطا حاجه ما بين الار اي بي اي والار اي انا في الاخر ببص على التشارج بتاعه لما التشارج بتاعه في الحالتين سواء ار اي او ار اي بي اي يساوي ايه؟ يساوي مين ماينس اي على الار ودي اللي ما فرقش معايا صح؟ الحالتين هو بيساوي الافرج فولتج ماينس اي على المفروض ان انا بس بشحن بنفس الريزستنس والباتري بتاعتي هي نفس السورس نفس الفولتج بتاعها لو انت بصيت الرسمه اللي احنا رسمينها دي في حاله مين؟ في حاله الار ال اي طب في حاله الار اي اللي احنا كنا رسمينها من شويه اللي هو الكلام بيبتدي عند الدلتا بيبتدي عند واي ماينس دلتا يبقى شكل الفولتج هيبقى ايه؟ يبقى كده اي وبعدين في اس لغايه وبعد كده اي صح يبقى اي في اس وبعدين صح مين الاكبر هنا؟ في حاله ده شايفين ده الجزء ده؟ اقل ده في حاله مين؟ الار اي يبقى الفي دي في حاله الار اي اكبر وما دام الفي دي في حاله الار اكبر يبقى ايه؟ يبقى الاي دي في حاله الار اكبر يبقى بالتالي الشرح اصعب حاله الار اي من Thank you.
y r of y minus 4 زائد الافريج y افريج من دي. تمام؟ تمام كده؟ طيب ايه بقى؟ نجيبها بست ثانية. هنجيبها هنفسرها رياضيا، انا هجيبها بالجنرال اكسبريشن بتاعي، الطريقة التقليدية ان انا اجيب الانستنتينيوس باور واجيب الافريج بتاعها. الانستنتينيوس باور اللي هي 1 على 2 باي تكامل 0 ل 2 باي، مش مهم عندنا حدود التكامل ايه دلوقتي، مش هتفرق معايا. الباور بتساوي ايه؟ الباور بتساوي الانستنتينيوس باور في اوت في اي اوت، صح؟ اللي هي هتساوي ايه؟ في اوت اللي هو باي اوت في الباور زائد ام باي تي زائد اي كلام ده ناقص مين؟ الاي اوت مظبوط؟ زائد 1 على 2 باي الاي اوت اي بالنسبه لسمها. انا هاخد كل الترم لوحده ونطلعه. الترم الاولاني الارض الكونستنت ايه 1 على 2 باي طبعا من ايه؟ سكوير الاي بار في الاي اوت، اوكي؟ يبقى ريزيستنس دي كونستنت. ايه 1 على 2 باي تكامل من 0 ل 2 باي بقى اوت سكوير، ده مين؟ طب اي ار بي اس سكوير في الار، صح؟ طيب تاني نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه، انا هقرا هنا في اوميجا وهنا في اوميجا ماشيين ده دي اي بالنسبه لاي ار في الاخر يبقى فانكشن في الاي بس اللي هي الشيء ناقص الفاينل يبقى ده كام؟ بزيد الجزء ده الاي كونستانت، صح؟ يبقى 1 على 2 باي تكامل من 0 ل 2 باي اي ار ده مين؟ انا بيتش، صح؟ 1 على 2 باي تكامل الاي اوت بالنسبه للسيتا اللي هو مين؟ الاي افريج هيطلع الاي اوت بتاع الاس سكوير زي الاي افريج في الكلام اللي احنا قايلينه. ده كده اللي احنا اتاكدنا رياضيا او من الجنرال ديفينيشن للباور. طيب معناها ايه؟ انتوا هتلاقوا معظمكم ما عندوش مشكله، ما عندناش مشكله خالص ان انا اقول ان الباور في الاول هي الباور في الريزستنس زي الباور في الاي زي الباور في الاي. الباور في الام معروف عددين ان هي صفر وخالي ده واحد سبب. الباور في الريزستنس معروف اي ريزستنس ايا كان شكله كده ببلاش ليه. الباور في الريزستنس بتساوي ايه؟ الاي اي في الاس سكوير في الباور. طب بالنسبه بقى للبدل ليه بقى بنسوي الباي اي مش في الاي؟ لو انت بصيت كده على البدري البرفورمانس بتاعها انسى خالص الدايره بتاعتي. البدري لما يكون ماشي فيها كلام في المنظر ده ايه اللي بيحصل فيها؟ تسكت لما ده كلام شارجنج كلام الكلام اللي ماشي كده اسيت شارج. طب هو الكارت اللي ماشي في الدايره بتاعتنا شكله عامل ازاي؟ الكارت ده عباره عن دي سي كومبوننت اللي هي اي دي ومجموعه من الاي سي كومبوننت بفريكونسيز مختلفه. الاي سي كومبوننت كلها بتعمل ايه؟ بتشحن وتفرغ بنفس المعدل، فايا كان الفريكونسي بتاعها ايا كان عددها الايفكت بتاع الاي سي كومبوننت كله بايه؟ في التشارجنج صفر. يبقى في الاخر الباور اللي مسحوبه في الشارجنج باي بطاريه اللي بتساوي الافريج كارنت بس في قيمه الفولت بتاعها اللي هيطلع لي الاي دي في الايه؟ ماشي؟ معلش الاي سي عندي جزء بوستر بيشحن جزء نيجاتيف وبيفرق. اشتغل في حاجه اسمها سويتش من باور سبلاي او زي ما انت عارف البي جي تي ممكن استخدمه
خلينا نجرب أو في سوشن ستيبل تمام. فما عادة بنتعامل مع الديفايس السوفر إلكترونيكس أو شو الكورس بتاعنا مني في حاجتين بس أنا عندي يا سويتش بتاعي يكون فولي أون يعني كونفرتنج ستيت اللي هو الفولتج عليه صفر أو ما هو يكون فولي أوف أو الريدنج ستيت أو الكرنت يساوي صفر تمام. فعشان كده دايما حته اللي هي الباور سويتش ما بنتكلمش عليها في اللينير فيجن خالص تمام. اللي هو اللينير ريجوليتور أو الترانزستور في حالة الأكتف مود بتاعها. طيب يبقى احنا عندنا هنا السويتش بصفة عامة أو الباور الكترونيك ديفايسز اللي احنا بنستخدمها في الكورس بتاعنا أو جنرالي بتتقسم ل 3 كاتيجوري. الكاتيجوري الأولاني خالص اللي هي أنكونترولد ديفايسز. أنكونترولد ديفايسز زي الدايت. أنكونترولد معناها إيه؟ إن أنا لا أتحكم لا في دايته ولا في فصله. هو بيشتغل لما الفئة بتكون أكبر من فيكاسو اللي هي متعلقة بالسيركت اللي أنا حاطه فيها وبيفصل لما الكرنت اللي في الدايت ينزل للصفر. أنا ما عنديش أي فورسينج في الكون أو الدفع عليه. أوكي؟ في ديفايسز تانية اللي هي بنسميها سيمي كنترول ديفايسز. سيمي كنترول ديفايسز إن أنا بتحكم في البداية بتاعته في الأنستنت اللي بيحصل له فيها سويتشنج أو أون لكن ما بتحكمش في لحظة فصله اللي هي تعتبر السيرستر اللي هي بتاعته زي التريال والديفايسز اللي شبهها. تمام؟ يبقى الديفايس التاني اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو السيرستر الاس سي ار تمام او سيركم كنترول ريكتفاير اس سي ار ده سيركم كنترول ريكتفاير اللي هو بنسميه سيركم كنترول سويتش بتحكم فيه الستيت بتاع البن بتاعته. في بعد كده الديفايسز اللي هي الباور كنترول زي الباور ترانزستور كده انا اقدر اتحكم عن طريق الديسك مثلا في البي جي تي تمام او الماسفت او الار جي تي او مجموعه من الديفايس الثانيه اللي اتكلمنا قبل كده برضو على الباور. السيرستور بقى او الاس بي سي ار هو الديفايس الجديد اللي احنا هنتكلم عليه. احنا مش هنتكلم تفصيليا في الفيزيكس او سيول اوف اوبريشن المره دي دلوقتي بس علشان ما نخرجش بره سياق المحاضرات بالتفصيل. لكن في الاخر ان شاء الله بعد ما اخلص بورس الفايل هنتكلم عليه يعني انت بتنزل شويه هو والباور دايت. احنا معانينا مع الدايت زي ما احنا متعودين عليه هو الدايت عادي تمام بس ما اتكلمناش في الكونستراكشن ديفرنس ما بينه وما بين السيجنال دايت تمام. في اختلاف ما بين الباور دايت اللي احنا بنستخدمه في الابلكيشن بتاعنا هو برضه بي ان جانكشن عاديه بس في بعض الاختلاف في الكونستراكشن محتاجين بس عشان يبقى عندك تخيل هو ليه الدايت يبقى عنده فولتج لوكينج فولتج كابابيلتي او هاي كارنت كابابيلتي تمام. طيب السيرستور بصفه عامه عشان اول حاجه السمبل بتاعه بيبقى بالمنظر تمام عباره عن 3 تيرمينال ديفايس انود وكاسل وجيت. انود وكاسل وجيت هو الكونستراكشن عباره عن 4 لاير بي ان جنكشن بالمنظر ده وجيت في المنطقة. طيب احنا هنتعامل معاه ازاي؟ احنا هنتعامل معاه ببساطة مؤقتا يعني لغاية ما نخش التفاصيل بتاعته بالمنظر تمام؟ كأنه كنترولد دايت. كنترولد دايت. ان انا عندي كان ماركت سويتش السويتش ده مع الدايت ان سيريز من اول ما انا وصلت السويتش ده يبقى انا اتحكمت في ايه؟ يعني اقدر الدايت دلوقتي يشتغل ولا لا؟ صح؟ لكن هل انا اقدر اتحكم في الاون والاوف بتاع السيركت ككل؟ يعني انا في الاخر السيرسو كانه قلت بالمنظر ده وده يمسك الاي جيت بتاعتي. اوكي؟ يبقى وانس ان انا اديت له جيت كارنت يبقى احنا بيوصل له تيرمينال 1 ان انا اوصل له فاير انسيبت او او جيت انسيبت ما بين الجيت والكاسوت بالمنظر ده تمام فبيوصل له دوت. طيب طبقا للمدير اللي احنا رسمينه بالمنظر دوت السيرستور ده عشان يشتغل ايه شرط ان هو يشتغل؟ انا عايز اجيب اللحظه دي كلها يبتدي يشتغل عندها ايه اللحظه دي بقى؟
نعم ديك كانت اكبر من زيرو بس بس لو الان اللي بره وبنبر في ان تكون اكبر من دي اس تمام يبقى انا لو اديت له جيت كارنت وكان في ان لسه ما بقاش اكبر من دي اس مش هيشتغل انه بقى بص فيه بس تمام يبقى هو في البلوكينج ستيت اوكي فعشان كده دايما هم بيقسموها على بقى الكلام ده بالتفصيل بس انا ما بحبش اقوله دلوقتي عشان هنخش ده محتاج محاضرتين فعشان بس ما اقطعش سياق السيركت بتاعتنا اللي احنا ماشيين فيها وبعد كده ان شاء الله اقول ايه التفاصيل بس انت يكفيك ان انت تبقى عارف المعلومات دي اوكي يبقى انا عندي السيلوستر علشان يشتغل محتاج تو كونديشن الكونديشن الاولاني ان انا اعمل له تريجرنج او فايرنج لجيت بايس بقيمه معينه تكفي انها تعمل له تيرنينج اون والحاجه الثانيه ان هو محتاج ايه؟ في ان اكبر من كده صوت وانس ان هو اشتغل قال عندي اي سيطره على ان انا افصله؟ لا لو انا شلت الجيت كارنت دي برضه معلومه ثانيه هنقولها ونفصلها بعد كده. هل انا لو شلت واحد ممكن يقول لو انا شلت الجيت كارنت هيفصل؟ هو ده سويتش ده بس يعني ده سويتش؟ لا السيرستور اسمه لاتشنج ديفايس لاتشنج ديفايس عارفين معنى لاتشنج يعني ايه؟ زي كانه بيلقط زي الكونتاكتور مجرد ان انت تدوس عليه وخلاص الكونتاكتور لو وصل لو انت تدوس على بوش بوتن عملت ايفانجاليزم للكويل بتاعه ايه اللي هيحصل فيه؟ لو انت عامل له اللاتش بتاعه خلاص يبقى ايه؟ ما يخليش شغال لغايه ما السبلاي نفسه يفصل ولما السبلاي يفصل يبقى محتاج ان انت تعمله ترجع تاني يبقى هو لاتش فكره ان هو لاتشنج ديفايس تمام يبقى مجرد ان انا اديكم جيت كارنت بفتره صغيره قوي اتكلم على مايكرو سكند والفي انا اكبر من الفيكس وبرك السيرفيسور ده هيشتغل ويتنيه شغال لغايه لما الكارنت يوصل فيه الكارنت فصل محتاج ان انا علشان يحصل له تيرن يقول ايه الشرطين تاني طيب السيرفيسور زي الدايركت عنده بلوكينج كابابيلتي بس هنا يختلف عن الدايركت في حاجتين تمام يعني دول بيكون في التفاصيل قوي في الكاركترستيك بتاعته فعنده في الريفرس ديشن بتاعته برضه بريك داون فولتج او فولتج عالي في الريفرس تمام لو احنا بصينا عليها سريعا كده لما احط لك فولتج بوستر ما بين الانود والكاسود وحطيت اسف نيجاتيف فولتج ما بين الانود والكاسود نيجاتيف فولتج ما بين الانود والكاسود انا عندي هنا جنكشن دي جنكشن واحد جنكشن 2 وجنكشن 3 مظبوط؟ لو انا حطيت لك نيجاتيف فولتج ما بين الانود والكاسود صح؟ جنكشن 1 هتبقى ايه؟ ها؟ ريفرس جنكشن 2 فورورد جنكشن 3 ريفرس صح؟ وده هنا ايه؟ عامل في البروكينج ستيت صح مش هنمشي كده هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم عنه طب لو انا الفولتج عالي قوي في النيجاتيف عن البريك داون فولتج بتاعه ايه اللي هيحصل؟ هيعمل لك دامج جنكشن وان جنكشن ثلاثه تحصل له الكرنت يمشي عالي قوي طبعا يحصل له ريتيشن ريزيستنس اللي موجوده فيه الدايره بتاعتك والسيرفيستور بيتحرق على حسب الفولتج اللي كان في معرض طيب ده بالنسبه يبقى ديت بنسميها ريفرس بلوكينج ستيت ريفرس بلوكينج ستيت ان انا حاطط فولتج في انا بوتاسيوم نيجاتيف فبيعمل لي بلوكينج للكارنت بتاعي يبقى صفر طيب لو انا حطيت لك فولتج في المنظر العكس جنكشن 1 هتبقى ايه؟ فورورد يبقى في موفمنت للبلاير جنكشن 1 جنكشن 2 هتبقى ريفرس هيكون ريجن المنظر ده صح؟ مش كده؟ طب جنكشن 3 فورورد يبقى فورورد يبقى في موفمنت للبلاير المنطقه دي طيب ده كده انا ما اتكلمتش ان في اي جوده مجرد ان في انا وفي كاسو دي بيسميها حاجه اسمها فورورد بلوكينج ستيت
هو سولو من ناحيه ان دي انا اكبر من الفيكس بس لسه الكرنت جنريشن كام بصفر فهي نفسها قريبه قوي الخط اللي انا رسمه ده فولو بعد كده انا بقى ادي دي انا بكسر وده والله يعني فدي بيشاوروا عليها كده بنسميها هو الفورورد بريكنج ستيت او ان الاي جيت بيساوي زيرو مظبوط يعني دي فورورد بريكنج ستيت معايا لغايه هنا حد عنده مشكله في الوسط الكاركترست ده دلوقتي لغايه لما الفولتج يوصل لقيمه معينه بنسميه بقى ايه فورورد بريك اوفر فولتج هو نفس البريك داون فولتج يعني او قريب منه بس ده بيبقى كافي ان هو يعمل لي ايه؟ تيرنينج وان ميجا جانكشن 2 فيبقى كافي من الكرنت يمشي في الدايره فهو السيرفيس هنا بيبقى واصل ليه تو كابابيلتي الريفرس والفولو هو يعمل لك بريكنج ريفرس انا مش عايزه يشتغل في اي لحظه انا عايزه يشتغل عند اللحظه اللي انا اتحكم فيها فلو الدايره بتاعتك هو اللي بيعرض فيها الفولو فولتج اعلى من الفولو بريك اوفر فولتج والسيرفيس اللي انت هيبقى هيحصل له تيرنينج وان برضه لما يوصل دي يعتبر كانه انكنترولبل تمام فساعتها خلاص ان انا وانس ان انا حصل لي دامج في الجنكشن دوت فكانه دايركت كانك انت عملت فورس ليه السويتش دوت فكانه دايركت يبقى في الاخر المنظر ده طيب او الكاركترز بتاعته ايه هي على حسب الدايركت ولا الديستنس موجوده في الدايركت طيب لو انا حطيت فولتج بالمنظر ده تمام على الريسبونس او فولتج مثلا V1 و
يتحول لدايركت. لو انا اديته جيت كرنت تاني اي جيت 2 واي جيت 3 واي جيت 4 الاي اوت ماند
the life of the cell. So once you're going to get the brain for this all the rest of it, the player can't get to that. We beat the party. I give him a say, try and do it. But the swine in a field. They attacked. He beat the people and the one man. But hey. لما تبقى مجمع دي عايشه
Kamu sekarang dan ada. Right,
R V S 1 who wants to divide by R V S 2 itself and divide by R N S. The symmetry and determination if he brought the number of students N V R N S 1 is N V R N S 2. دي عادة ان انا ما بتركش سيرتها في المسألة دي عادة بتبقى جدا الا لو انا قريتها لو ما بتركش سيرتها في المسألة بتعتبرها مهمة تمام هي الداتا الابلكيشن بتاعها انا بستخدم الترانسفورمر اوبتمايزيشن بتاعتي واحد انا مش الهدف بتاعي ان انا اعمل سكيلنج اب ولا سكيلنج داون دلوقتي الهدف ان انا اعمل داتا فول ويت عشان الناس تقول لك هو الترانسفورمر يبقى واحد او ده اللي احنا بنستخدمه هو في ترانسفورمر واحد فيبقى ان اس ان بي على ان اس ولا او ان اس 2 بتساوي واحد على الانتراكشن سيرت ممكن تبقى ارقام ثانيه ممكن تبقى ارقام ثانيه بس احنا بنستخدمها كابلكيشن دلوقتي ان انا عايز احقق فول ويت والكفايه مش الهدف ان انا اقلل او انقص البروتين طيب ايوه قد بعض هما اسمين قد بعض بالظبط تمام ان اس 1 يعني القاعده دي فاليد انا بقول لو انا جبت السيرت هتبقى واحد طيب لو انا جيت رسمت لك عايزين نرسم السبلاي بوينت انا عندي افترض ان ده دي برايم هتعمل ان انا عندي واحد دلوقتي او ان انا بتساوي تي مثلا كده في الشو عشان لو استخدمناها مع بعض يبقى ده الفي برايم بتاعي لو انا عايز ارسم في اس 1 او في اس 2 في اس 1 وفي اس 2 هي نفس بالشكل صح مظبوط ولا في اس 1 وفي اس 2 بالمنظر ده اوكي يبقى هنا البوستر نيجاتيف هنا بوستر نيجاتيف زي ما انا رسمت يبقى في اس 1 بالبولاريتي دي وفي اس 2 بالبولاريتي حد عنده مشكله ولا كده تمام طيب خلاص كده انا عرفت الفولتج الابورد عندي في دايره السكند اللي متركب فيها الريكتفاير فاضل بقى نشوف الاوبريشن بتاع الدايره بتاعتي الاوبريشن بتاع الدايره بتاعتي اعرفه ازاي؟ علشان اعرف اي بايت بيشتغل امتى؟ يبقى انا محتاج ان انا اعرف في قلب بتاعته وفي كاسر بتاعته. طيب انا عندي هنا اثنين دايت، الاثنين دايت دول بقى هل ده يختلف في الطريقه على اللي احنا كنا بنقوله قبل كده؟ احنا كنا بنقول قبل كده ايه؟ انا بفترض ان الدايت اوف او اوبن سيركت وبجيب الفي قلب لوحدها والفي كاسر لوحدها وقارن ما بينهم يبقى اللحظه اللي فيها اكبر من في كاسو هو اللي هيشتغل فيها. هنا في اختلاف. طيب يعني انا لو حبيت اشوف الدايت رقم واحد الدايت رقم واحد اشوف الفي انا بتاعته والفي كاسو بتاعته. بس السؤال هنا انا هفترض ان الدايت واحد اوبن سيرك طب الدايت اثنين هفترض ايه؟ هو انا ممكن اثبت واحد واغير في الثاني؟ طيب يعني السؤال سيبه السؤال بطريقه هو ينفع دايت واحد ودايت اثنين يشتغلوا مع بعض؟ انا في الاخر هو انا ممكن اجيب لك دايت في الهواء كده صح؟ ودايرته مفتوحه هل في معنى ان الدايت ده ادور له في انر وفي كسر بتاعه؟ يبقى انا قبل ما بشوف ان في انر وفي كسر في خطوه اولانيه ببص عليها احنا اوريدي بنبقى عاملينها ان انا يكون عندي في تخيل في كلوز بسيط كده فانا عندي الاول قبل ما اشوف دي انا اكبر من في كاسو لازم اشوف هو في كلوز بسيط كده اصلا ولا لا يمكن الدايره مفتوحه قبل ما ابص على دي انا وفي كاسو صح؟ يبقى هنا في تخيل ان انا يكون عندي في الاول دايت رقم واحد والدايت رقم اثنين يشتغلوا مع بعض ها؟ ممكن يشتغلوا مع بعض ولا لا؟ مش هينفع يشتغلوا مع بعض تمام مش هينفع يشتغلوا مع بعض ليه بقى تمام هما انكسر والانود عكس بعض تمام هما حته ان هما كلهم انكسر مش كافيه ان هما ما يشتغلوش لو حطيت في الدايت تمام يعني لو اي دايت اللي هو مفهوم انكسر اكيد انتوا عارفينها ايه الدايت اللي هي مفهوم انكسر في المنظر ده وانا حطيت لك هنا في 1 وفي 2 تو دايت دول هيشتغلوا مع بعض؟ ممكن على حسب ايه؟ لو انا عندي في 1 وفي 2 في 1 اكبر من في 2 ايه اللي هيحصل؟
درجه رقم واحد هيشتغل. واتس ان الدرجه رقم واحد اشتغل اقل الجزء اللي هو دي ولا كام دي ولا كام ده الاثنين اشتغل هي لسه ايه دي ولا اكبر من دي تو. فالاكبر منهم اللي الاول بتاعه مور بوستيف هو اللي هيشتغل يمنع الثاني ان هو يشتغل. عشان كده دايما الكومن كاسل بايس او الكومن كاسل سايستول بالطريقه اللي انا يعني هتحكم في فرق الانجل الانب بتاعه المور بوستيف هو اللي هيشتغل. طب لو هما كومن انب كده خلاص اشتغل. ها لو كومن انب اللي الكاسل بتاعه مور نيجاتيف هو اللي هيشتغل. لو هما الاثنين كومن يعني انب كاسل معروف ولا انا بتكلم لو هما كومن انب يبقى الكاسل بتاعه مور نيجاتيف هو اللي هيشتغل ويمنع التاني ان هو يشتغل. طيب يبقى انا كده هدور على كل دايت لوحده. يبقى الدايت الاولاني الكروز بلس بتاعه ايه؟ المنظر ده صح؟ وده بيبقى اوبن سيت وهكذا. لو انا بصيت على الدايت رقم اثنين ده الكروز بلس بتاعه ده بس. طيب خلينا نفترض نتغاضى مؤقتا عن حته انا هفترض الدايت رقم واحد بس والدايت رقم اثنين هو كمان اوفر ماشي. وابتدي اشوف شرط واحد هيشتغل امتى وشرط اثنين هيشتغل امتى وانا بجرب على حته هما ليه الاثنين اوفر دلوقتي. طيب ده رقم واحد هيشتغل امتى يبقى انا لازم افترض ريفرنس عندي في الدايره. افترض انا الريفرنس بتاعي الدايره رقم واحد الفي انا بتاعته بتساوي ايه؟ الدايره رقم واحد جوه في اس 1 اللي هي تعتبر في انوت 1. طيب يبقى ده في انوت 1. طيب بالنسبه للدايت رقم 2 في انوت 2 بتساوي نيجاتيف في اس 2 يبقى ده نيجاتيف في اس 2 او في انوت 2. تمام يبقى ده في انوت 1 وده في انوت 2. في كاسوت لواحد واثنين اللي هي نفس النقطة بتساوي زيرو. اشتغلنا الدرع ده انا لسه قايل ده اهو. يبقى النقطة دي أو الزيرو ده هو ده دي كسر واحد ودي كسر صح؟ طيب الرسمة دي يبقى هما الاثنين هيشتغلوا مع بعض؟ لا مش هيشتغلوا. طب لو هما الاثنين سيشتغلوا ايه الكنترول رينج بتاع واحد؟ من زيرو لألفا. ايه الكنترول رينج بتاع اثنين؟ من باي لغاية بايزر. يبقى من زيرو باي هو ده الكنترول رينج بتاع واحد لو هو يحصل تيستر من بايزر باي 2 باي اللي هي الكنترول رينج دي ده رقم 2 هو صفر. طيب احنا بنتكلم على دايت يبقى انا هبتدي مع دايت هبتدي من الصفر واشوف مين اللي هيشتغل. بدايه من الانجل زيرو ايه اللي هيحصل؟ في انا واحد بقت اكبر من مين بس واحد يبقى مين اللي هيشتغل؟ طيب رقم واحد ايه اللي هيحصل؟ ألف فهم يبقى تبص على مين؟ على الكلمة الأي أوت اللي هو دلوقتي أي أي واحد الأي أوت أي أي واحد بيساوي إيه؟ في السنة على اللي هو نفسها 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 صح؟ يبقى في إس 1 على أي الكلمة نزل عند الباي إيه اللي هيحصل؟ بص من الكلام نزل خلاص ده رقم واحد فصل. ايه اللي هيبتدي عند الباي؟ في انا 2 بقت اعلى من في كسر 2 يبقى ايه اللي هيشتغل؟ ضرب رقم 2 يبقى ده اي ضرب 2 شوف ده اي ضرب 1 وفي اي زي ما حصل تمام. يبقى اي ضرب 2 اللي هو الاي اي دلوقتي بيساوي ايه؟ في اس 2 على اس اه هي في اس 2 اللي هي دي يبقى هي في اس 2 على اي يبقى هي واخده نفس الشكل يبقى شكله عامل ازاي؟ المنظر اوكي عشان تمام. حد عنده سؤال هنا؟ تمام. يبقى ده شكل الاوتبوت كده وشكل الاوتبوت فولتج هيبقى ايه؟ لما الدايت رقم واحد يشتغل دي اوتبوت تبقى ايه؟ دي اس واحد. لما الدايت رقم اثنين يشتغل يبقى دي اس اثنين. يبقى هنا الدايره بتاعتنا ديت من النوع اللي هو ايه؟ تو بايسز. انا عندي الكارت بتبقى ايه؟ تو بايسز او الزيرو ريت. ليه بقى الناس في ناس بتسميها او ريفرنس بتسميها فول ويف؟ لان في الاخر الاول فولتج والاول كرنت فول ويف. ليه ناس بقى بتسميها هاف ويف يعني بعض الريفرنس بتاعت قليله بتعتبرها ليه هاف ويف؟ لانه بيقول لك بيعتبرها ان انا كاني جبت تو
هي الدايره دي لوحدها 10 جنيه والدايره دي لوحدها 10 جنيه، فانا جمعت الدايرتين على بعض. بس في الاخر انا بوصلها زي ما قلت لكم ان انا عندي الدايره في الاخر، الاول بقى عباره عن فورمولا. وانس ان انا زي ما قلت عرفت ارسم الكرنت بتاعي، اقدر ان انا ارسم اي كرنت في الدايره واقدر ارسم اي فولتج في الدايره عندي. طيب احنا رسمنا، احنا قلنا عندنا كام ويف فورم رسمنا؟ خمسه. خمسه. ايه الخمسه؟ اي اوتبوت واي واي او ديفايسز واي سبلاي والفولتج بس في اوت وفي ان تو رسم. نحتاج نكمل الفولتج، احنا رسمنا الاي اوت ورسمنا الفي اوت، عايزين نرسم مين؟ في اوت تو رسم، هنختار واحد بس. طيب الدايره عندي ليها تو كيسز صح؟ يا اما الدايره رقم واحد شغال يا اما الدايره رقم اثنين شغال. لما يكون الدايره رقم واحد شغال في اوت بس يبقى الدايره رقم واحد بتساوي ايه؟ طيب ده بالنسبة للدايرة رقم، لما يكون الدايرة رقم اثنين شغال دي أنا بكسب الدايرة رقم واحد بتساوي ايه؟ دي أول واحد سالب دي كسب واحد صح؟ هو في أول واحد بيساوي ايه؟ سالب سالب دي اس واحد سالب دي كسب واحد اللي هي دي دلوقتي بتساوي ايه؟ نيجاتيف في اس 2 صح؟ يبقى في اس 1 وفي اس 2 كما يجوز قد بعض، يبقى في اس 1 زائد في اس 1 برضه يعني هيساوي كام؟ 2 في اس 1 صح؟ يبقى انا عندي كاني بس في اس 1 بس بضربها في 2 يبقى ايه؟ بس بضربها في اس مش هتكون في اس 1 ولا في اس 2 تمام كده؟ طبعا مش هقول هنا؟ طيب يبقى كده رسمنا دي اوت دي انا بتكسب بالدايره رقم واحد واشتغلت رسمنا الاي اوت اي ديفايس اللي هي اس دايره واحده او دايره اثنين انا عندي ده مين؟ دايره واحد يعني انا لو رسمت اي دايره واحده هو ده بس صح؟ بنفسي وده الدايره اثنين اوكي؟ تمام؟ فاضل اخر حاجه خالص بس اللي هي ايه؟ اللي هي الاي براند تمام. يبقى انا كده رسمت الديفايسز والسكند اللي ده محتاج ان انا ارسم مين بس؟ السبلاي اللي هو مين؟ الاي براند. الاي براند اللي بقى بيساوي ايه؟ احنا اتكلمنا لما جينا بصينا على الترانسفورمر قلنا الرقم بين الفولتج دي الرقم ده صح؟ طيب الرقم ما بين الكرنت الرقم ما بين الكرنت فيها علاقه كماجنتيود وكدايركشن زي ما عملناها في الفولتج الماجنتيود في برايمري على في سكندري بتساوي ان برايمري على ان سكندري تمام؟ وان البولاريتي بتاعتنا حددتها مكان الكرنت اللي هي طريقه الناس اللي هي الترانسفورم. طيب بالنسبه للكرنت لو انا استردت قال الكرنت بتاعي قبل اول سكندري وده اول برايمري انا عندي في انجكت كرنت وبرايمري وفي برون كرنت هي السكن كرنت مسروق. يبقى الرقم بين الاثنين دي هتساوي ايه؟ كماجنيتيود الاي برايمري على الاي سكن اي سي هو ده بيساوي ايه؟ صح؟ الاي برايمري القاعده اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده في الترانسفورمر اي برايمري على الاي سكن اي سي تمام هو اللي بيساوي الكيرنس ريشيو دي متفقين عليها من المره اللي فاتت. طيب ده بالنسبه للماجنتيود. طب بالنسبه للدايركشن بالنسبه للدايركشن هو الدايركشن اللي احنا شايفينه قدامنا ده الاتجاه الدوت محدد تبقى في البرايمري داخل عليها وفي السكند اللي خارج منها كانك يعني عندك سبلاي بيحصل منها انجكشن بكرم وبيسحب كرم من المنظر ده. طيب الكلام ده انا عايز اطبقه بقى لتو سكند الواي تو سكند الواي فهيحصل في كرنت ماشي في السكند الواي من رقم واحد وفي كرنت ماشي في السكند الواي من رقم اثنين هيحصل لهم ريفليكشن للبرايمري كرنت. انا عايز اجيب الانستنتينيوس فاليو للبرايمري كرنت هتساوي ايه نتيجه اي اس 1 واي اس 2 اي اس 1 اللي هو ده واي اس 2 اللي هو ده
الاي او بتاع الاس تمام.